يفكر لنا وقت طويل ها نحن منتظرين ولا سفينة مرت. التذاكر حتنتهي والناس منتظرين هنا في المطار. أنا تعبت. خلص خلص. مش قادر. كل ما قلت إن الأمور بتتحسن بتتعدل أشوفها بتضيق أكثر. تخنقني. مش ترتاح. عبد العليم ما مصدق. مو ده يا عبد العليم. والله لك منك يا عبد العليم. انت ما تعرف تسمع عبد العليم. العكس.